السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سوق الجمعة كله ببلاش في بلد بورسعيد، زي ما انتوا شايفين كده بيبقى زحمة جدا جدا، عشان كده انا قلت انزل لكم الفيديو ده يوم الجمعة عشان تبقوا عارفين السوق بيبقى عامل ازاي. بيبقى فيه عروض حلوة جدا جدا، اسعار فعلا بتبتدي من اول 50 جنيه، وبرضه في اسعار غالية، في ب500 وفي ب700 وفي ب1000 جنيه، اللي عجبك بقى هات منه. احنا النهاردة هنشوف تشكيلة كبيرة من بلد بورسعيد في سوق الجمعة. هنشوف كمان المفاجأة، بدلة العريس هتشوفوها بسعر مفاجأة، فعلا ما كنتش اتوقع ان هي تبقى بالسعر ده. وموجود فين؟ استندات موجودة والله في الشارع، في استندات كتير جدا في الشارع، بايعين فارشين في الشارع استندات، دوروا عليهم يا جماعة. الناس دي بيبقى فعلا عندهم اسعار حلوة، وبيبقى عندهم برضو حاجات حلوة، يعني عندكم غالي وعندكم رخيص. انا بحاول اجيب لكم كل الاماكن عشان تعرفوا تروحوا وتاخدوا جولة حلوة في سوق بلد بورسعيد، وخصوصا يوم الجمعة فعلا بتبقى الأسعار حلوة قوي. أنا اسمي كريمة علي حسن، ودي قناتي. لو انت أول مرة تشوفوا القناة، اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم عشان تتابعوا كل جديد أنا بقدمه عن بورسعيد. ويلا بينا بقى نشوف سوق الجمعة في بلد بورسعيد، فعلا أسعار ببلاش. احنا واقفين قدام سوق بلد بورسعيد، مول اوتلت الجديد اللي هو عند علوش، اللي هو عند سوق السمك الجديد برضو، كل ده في مكان واحد. دي منطقة اسواق يا جماعة، هتروحوا تتغدوا في سوق السمك، وهتروحوا سوق البالة، وهتشوفوا الناس اللي واقفة برضو في الشارع دي، فعلا عندهم تشكيلة حلوة جدا، دوروا عليهم وانتوا هتاخدوا منهم اسعار حلوة. شايفين الزحمة دي كلها؟ هم دول واقفين عند البياعين. دلوقتي هتشوفوا وتعرفوا اسعار كل حاجه، وتعرفوا كمان مستوى المنتجات عندهم عامله ازاي. انا مش مصوره لكم كده وبس، لا انا جايبه لكم المنتجات ومصوراها. عندهم بناطيل، عندهم جواكت، عندهم بلاطي، عندهم كل حاجه. وهم دول برضو اللي عندهم البدل اللي انا بقول لكم عليها، فعلا اسعارها حلوه قوي هتعجبكم جدا. انا بوريكم اهو الاماكن. احنا هنا عند علوش اهون، وادي سوق السمك تمام، وادي سوق بلد بورسعيد اللي هو مول اوتلت الجديد، والناس اللي واقفه قدامه. بكام؟ اي حاجه ب 300 جنيه ناقي. اي حاجه ب 300 جنيه. احنا عايزين بقى اعدلي كده، اعدلي صورت. اعدلي خش يا باشا، والله الاستاندات حاجات جميله قوي. تمام شكرا، والله الاستاندات حاجات جميله قوي. خش هناك اي حاجة. والله بص صلى على النبي، اي حاجة هنا ب 300 جنيه. اي حاجة هنا ب 300 جنيه. بصوا اقول لك وكان قدامك 300 جنيه. ورينا وشه ده كده، وشه صوره بس ده. انزلي كده عشان وشك ما يبانش. ايوه بصوا ده كده ب 300 جنيه ماشي. الاسود ده جميل قوي برده، الاسود ده شايف الاسود ده برده ب 300 جنيه. بص عامله ازاي، انا عايزه اشوف الفرو ده. الفرو ده ب 300 جنيه. انت بتقول ده بكام؟ ب 300 يا باشا. ده ب 300، كله ب 300. اه كله ب 300. اه تعالى. ممكن تديني وشه ده؟ ب 300 جنيه. جميل بصراحة، حلو قوي اللون كمان. ان شاء الله. ب 300 جنيه هنا. ممكن توريهولنا؟ شوفوا كده، هصوره بس.
300 بابا 200 جنيه. بص كل الستاند ده برضه دوروا فيه وقلبوا 200 جنيه اي حاجه من هنا. ان شاء الله الزكاه المكاني مش عارفه اصور. 300 وهنا ب 200 ب 200 جنيه ب 200 300 ولا بقول ب 700 حلو ده حلو ده قوي ب 200 ب 300 انا سن محير ده ب 300 سن محير ب 200 200 لا يوبا ماشي على الدواء ده ماشي لا يوبا ماشي على الدواء ده ماشي صور هو مش انت بس فريدو بس لا ب 200 جنيه اطفال بدل عرسان بكام البدله بقى؟ 350 350 وعندك فصول ولا ما عندكش؟ عندك فصول ولا ما عندكش؟ سعر واحد سعر واحد ماشي وريني موديلات تانية ب 350 بصوا واقف كل يوم هنا قدام سوق السمك سوق السمك اهو يا جماعة شايفين الزحمة ازاي؟ حلوة دي ب 350 وبيبقى عندك مقاسات ولا لا؟ اه مقاسات كل المقاسات موجودة برضو ب 350 شايفين ماشي ايوه برضو حلوة دي ب 350 يا جماعة قدام سوق السمك بدل عرسان بجد بصوا عندكم ناس بقى بدل بدلة عريس كتب كتاب مثلا مناسبة حلوة كل ده ب 350 ماشي وعنده مقاسات بقول لك عنده مقاسات بصوا بقى دي مقاسات كبيرة بدلة كاملة على بعضها شايفين الرمادي دي مقاس كبير اي بدله هنا الجاكيت بيبقى 350 افرض عايز ياخد جاكيت بس من غير بنطلون ممكن عندك بلزرات عندك بلزرات فين البلزرات هاتها بلزر لوحده بقى بكام ده ب 200 كل اسود مفيش الوان في الوان بس جاي لي 8 يومين 8 يومين حوش ايدك مصوره ب 200 ده ماشي تمام ده بلزر ب 200 ماشي هات غيره في جاكيت لوحده يا جماعه شايفين الزحمة قد ايه؟ عايز اوريكم الزحمة قد ايه؟ احنا يوم الجمعة يا جماعة بدل اهي بلوزرات لوحدها انت قلت بكام ب 200 جنيه؟ ب 200 جنيه ب 200 الجاكيت لوحده ب 200 ماشي ده ماشي والبدلة على بعضها ب 350 وفي حاجات تانية أحسن في حاجات تانية برضه تعالوا له كل يوم هو موجود هنا واقف كل يوم قدام سوق السمك تمام شكرا بلد بورسعيد يوم الجمعة الناس اللي واقفة هنا دي واقفة هنا على طول بكام البناطيل بس؟ أي بنطلون حريم ولا رجالي؟ أي بنطلون هنا بقى ب 120 حريمي ورجالي كل المقاسات برضه هتلاقوها كل ده موجود في بلد بورسعيد يوم الجمعة بصوا شايفين زي كده برضه ده اي بنطلون هنا ب 120
وده كان المكان بتاعنا النهاردة. اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاركوا كل اصحابكم. سلام عليكم.